ونروح لأخبار نادي الزمالك والفريق بيختتم تدريباته النهاردة لمباراة المصري المقرر ليها بكرة ضمن مباريات الجولة 23 للدوري، وكمان بيواصل الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة الكابتن أحمد عبد المقصود القائم بأعمال المدير الفني مؤقتا على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة المريخ السوداني، وده تجنبا ليها أنها تحصل خلال مباراة المصري باستاد برج العرب بالأسكندرية. وشهدت تدريبات الزمالك حالة من الجدية والحماس بين جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز واستمرار النتائج الإيجابية ومصالحة جماهير الزمالك، خصوصا بعد الخروج المبكر من البطولة الإفريقية ورغبة اللاعبين في إسعاد جماهيرهم. واستعدادا لمباراة المصري، انتظم البنيني سامسون أكينولا مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت أمس على ملعب عبد اللطيف بورجيلا، وشارك سامسون في المران الجماعي للفريق بصورة طبيعية عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. ولسه مع أخبار نادي الزمالك، وبعد تأخر عودته لمدة 48 ساعة عن موعد الوصول الأصلي، وصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك إلى القاهرة أمس قادما من بلاده عقب المشاركة مع منتخب تونس في مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأخر وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ظروف الطيران، ومن المقرر أن ينتظم سيف الدين الجزيري في مران الزمالك اليوم الاثنين استعدادا لمباراة المصري، وبتبقى مسألة إشراكه في المباراة وجاهزيته في إيد الجهاز الفني.